لاعبين اتحاد المنصيري، ولكن تلك حدود الله. فريق متدرب عامل تحضيرات 8 ايام تحضيرات مش كافيه، خصوصا تلعب ضد فريق مدجج بالنجوم، يعني 8 ايام مش كافيه للتحضير. زيد على ذلك اكثر من 8 لاعبين اساسيين جدد اول مره، ثاني مره يشاركوا مع الفريق. الحمد لله اللاعبين نشكرهم، قدموا اقصى ما عندهم مجهودات باش يشرفوا الفريق، ولكن النتيجه كانت ثقيله شويه كما قلت لك، ما تعكسش مردود. مبروك مره اخرى لنادي النصر، وان شاء الله احنا نقدموا ماتش افضل في ضد نادي الشباب ان شاء الله. الحمد لله على كل حال. صراحه طبيعي كانت تختلف عن المباراه الاولى، اليوم خصوصا الشوط الاول كنا مقدمين مباراه كبيره، لكن مثل ما قلت يعني في الاخير الخبره حسمت المباراه. اعطيه اعطيه تفسر اعطيه. علموا عليك وليد ابو عبد الله يا وليد. طلعت فين يدفونك يا عم وليد؟ لا ما عليك.